السلام عليكم. النهاردة يا دكاترة هنتكلم على تكملة محاضرة المرة اللي فاتت اللي هي Epidemiology of Periodontal Disease. احنا خدنا المرة اللي فاتت في Epidemiology of Periodontal Disease خدنا ان هي تتقسم لاتنين Index Black Dental Black Index والGingival and Periodontal Disease Index. خدنا المرة اللي فاتت Dental Black Index والنهاردة هنتكلم على الIndices اللي بنستخدمها for Assessment of Gingival and Periodontal Disease. أول إندكس عندي اسمه PMA إندكس. PMA إندكس يعني معناها الـ P which meaning papilla، الـ M marginal gingiva، والـ A attached gingiva. يبقى هو بياخد تلت أو بيإجزامن تلت مناطق في الجنجفا عندي. بيإجزامن البابيلا فيها inflammation ولا لأ، بيإجزامن المارجنال جنجفا فيها inflammation ولا لأ، بيإجزامن الـ attached gingiva فيها inflammation ولا لأ. اوكي، فانا باخد ببص على كل البابيلا الموجوده عندي، كل المارجنال جنجفا الموجوده عندي، كل الاتاتش جنجفا الموجوده عندي. طب يا دكاتره هحسب السكور بتاعي ازاي؟ السكور بتاعي بياخد او البني ادم ده بياخد 1 اوف 3 سكورز، يا اما يبقى مايلد، يا اما يبقى مودريت، يا اما يبقى سيفير. يبقى انا اليونت بتاعتي هو البني ادم كله او الاورال كافيتي كله على بعضه، يا اما الجنجفا بتاعت العيان ده كله تاخد مايلد، يا اما مودريت، يا اما سيفير. امتى بنقول ان العيان بتاعي ده هيبقى مايلد؟ لو عنده 4 بابيلا او اقل انفليمد، يعني ببص على البابيلا بتاعته عددهم كام واحده، 1 او 2 او 3 لغايه 4 يتحسب مايلد. ويا اما الاقي المارجنال جنجفا بتاعتي ما فيهاش انفلاميشن او 2 بالكتير يبقى فيهم انفلاميشن، يبقى ساعتها هيبقى مايلد. مودريت يعني يبقى عنده اكتر من 4 بس اقل من 8 بابيلا انفليمد، والمارجنال جنجفا من 2 ل 4 انفليمد. سيفير يعني اكتر من 8 بابيلا واكتر من 4 مارجنز، يبقى كده هو ياخد سكور سيفير. اوكي، يبقى المايلد من 0 ولا 4 بابيلا انفليمد ومن 0 ل 2 مارجن انفليمد، المودريت من 4 ل 8 بابيلا ومن 2 ل 4 مارجنز انفليمد، السيفير اكتر من 8 بابيلا واكتر من 4 مارجن افكتد او انفليمد. اوكي، طيب وما الاتاتش جنجفا دي ايه بقى؟ لو لقيت اتاتش جنجفا يا دكاتره يبقى على طول الاتاتش جنجفا دي تتحسب سيفير على طول. اول ما الاقي اتاتش جنجفا انفليمد يبقى كده تتحسب سيفير وانا مغمض. اوكي، طيب السكور الثاني اللي بيسموه او الاندكس الثاني بيسموه ليو اند سيلنس جنجيفال اندكس. وانتوا لو تفتكروا يا دكاتره احنا خدنا ليو اند سيلنس دوا كان عامل قبل كده اندكس ثاني، اندكس ثاني اسمه البلاك اندكس. هو عمل دلوقتي جنجيفال اندكس. اوكي، الجنجيفال اندكس بتاعه انا بستخدمه، هو حلو جدا ولذيذ قوي وسهل في استخدامه. فميزته ان انا بستخدمه في السيرفيز، يعني انا عايزه اعرف البريفالنس اوف جنجيفايتس امونج ايجيبشن بوبيليشن، يبقى هستخدم اسهل حاجه استخدمها الليو اند سيلنس. ممكن استخدمها في البريفنتيف ميجرز، احدد بيها البني ادمين اللي عندهم جنجيفايتس علشان اعرف اشوف مين فيهم الهاي ريسك للجنجيفايتس او مين فيهم اللي عنده جنجيفايتس، فابدا اعمل له بريفنتيف ميجرز. اوكي، وطبعا انا بستخدمها عشان اشوف الجنجيفال كونديشن بتاعه البني ادم بتاعي اخباره ايه، لان انا زي ما هو تكنيك سهل قوي. التكنيك ده هو بسيط جدا، بيحتاج سكورينج بتاعي من 0 ل 3. 0 يعني ما عنديش اي انفلاميشن، 1 انا هبدا استخدم هنا في الاندكس ده البروب. اوكي، ده انت بروب، يبقى انا سوري بيدونتال بروب، هستخدم البروب بتاعي. اوكي، 0 يبقى انا ما عنديش انفلاميشن، 1 يبقى انا عندي جنجيفال انفلاميشنز. اوكي، الجنجيفا بتاعتي تلاقيها، يعني ايه جنجيفال انفلاميشن؟ عرفها لي، يعني الجنجيفا بتاعتي تبقى ريد، الجنجيفا بتاعتي تبقى فيها اديمه. ولكن التكه اللي هتفرقه لي عن تو ان انا لما عملت بروبنج ما حصلش فيها بليدنج، بليدنج ما حصلش مع البروبنج، وده اللي هيفرقه ما بينه وما بين المودريت، لان المودريت نفس الكلام الجنجيفا بتاعتي اديمتس، لكن وانا بعمل بروبنج لقيت عندي بليدنج، شويه بليدنج طلعوا. السيفير انفلاميشن يعني انا عندي bleeding spontaneous من غير probing، انا ما خدتش بروب وحطيته، انا اول ما فتحت على الجنجفا لقيت الجنجفا بتعمل لي bleeding، وساعات ممكن تلاقي في الجنجفا بتاعتك ulceration. اوكي، طيب في الاندكس ده يا دكاتره احنا مفروض زي ما لوي اند سيلنس قال ان انا بحسب كل السنان او بعمل examination لكل السنان بكل surfaces اللي فيها. اوكي،
لكن طبعا للسهوله صعب جدا طبعا انا اعمل الحركه دي. فقال لك احنا هنعمل حاجه اسمها بارشال ريكوردنج سيستم، يعني مش كل اسنان اللي هناخدها. اخترنا كام سنه؟ اخترنا 6 اسنان. اللي هم مين يا دكاتره؟ اللي هم اختار الابر رايت 2 اند 6، وفي اللور ارش اختار الاوبوزيت بتاعهم اللي هو الليفت 2 اند 6، واختار الليفت الابر ليفت 4 والاوبوزيت بتاعها تحت اللي هو الايه اللور رايت 4. اوكي يبقى 2 6 رايت وال 2 6 ليفت في اللور، والابر ليفت 4 واللور رايت 4. اوكي طيب، عمل اكزامينشن لكام سيرفيس؟ لكل السيرفيس بتاعت الست سنان دول، يعني بص على الميزال سيرفيس، بص على الديستال سيرفيس، بص على البكل، بص على اللينجوال سيرفيس، وادى لكل واحد فيهم سكور. اوكي التوث بتاعتي، يبقى انا عشان احسب السكور بتاع السنه هجمع الاربعه سكورز اللي طلعوا عندي، اوكي هجمعهم على بعض واقسمهم على 4، يبقى يطلع لي كده الايه التوث سكور للسنه الواحده. طب للبني ادم بقى احسبها ازاي؟ انا كم خدت كام سنه؟ 6 سنان، يبقى هيبقى عندي 6 سكورز هجمعهم على بعض اقسمهم على 6 يطلع لي الايه، يطلع لي السكور للبني. اوكي طيب، ايه عيوب الليو انسلنس؟ ليو انسلنس ليه كذا عيب. اول عيب فيهم ان هو استخدم بروب، فالبروب ده اللي هو استخدمه لي انا مش عارفه الفورس بتاعته قد ايه. ما يمكن انا يا دكاتره عملت فورس جامده قوي عورت الجنجبه في عمليه البليدنج، يبقى البليدنج ده ممكن ما يكونش نتيجه الانفلاميشن، نتيجه لان الفورس اللي انا عملتها قوي. طب استخدمت بروب شكله ايه؟ مش موحدين البروب اللي احنا مستخدمينه. طب استخدمته بانجيليشن شكلها عامل ازاي؟ برضو مش محدد، فانا ممكن اعمل انجيليشن غلط تجرح الجنجبه فتعمل لي بليدنج. طيب في مشكلة تانية برضو في هذا السيستم، التايم. التايم ما بين البروبينج هو مش محدد لي التايم ما بين البروبينج والبليدنج قد ايه. يعني ايه يا دكاترة؟ يعني انا ممكن اول ما احط البروب جوه السوكت يطلع لي بليدنج على طول، وممكن احط البروب وافضل اتحرك يمين وشمال لغاية ما يطلع لي بليدنج. يبقى مين فيهم اللي فيها جنجيفال انفلاميشن اكتر؟ طبعا اللي ايه اللي في الاول خالص، اول ما حطيت البروب عملت لي بليدنج، دي معناها ان الجنجيفال انفلاميشن فيها اكتر. هو مش محدد لي التايم ده، والتايم ده بيفرق معايا جدا في السيفيريتي بتاعه الانفلاميشن. في بعض البيبرز يا دكاتره او بعض الاستاديز لما عملت الليو انسلنس عملتها انها عملت بروبينج لفيو مليمترز بس بجنجبالي، وفي ناس تانية وصلت للفول ديبث بتاعه، فهو مش محدد لي الديبث بتاع البروبينج قد ايه. كل دي حاجات صغيره لازم تتحدد عشان نعمل ستاندرديزيشن للميجرمنت بتاعتي. العيب بقى المشكله اللي فيه ان انت حضرتك بالبروبينج والبروبينج انت دخلت دواء، انت ممكن تبخل العيان ده عنده ريسك في انفكشن، ممكن تنقله انفكشن من بره لجوه، يبقى انت كده ضريت العيان ما فتهوش. تالت اندكس يا دكاترة عندي اسمه الراسل اندكس او البيدونتال اندكس. الراسل اندكس او البيدونتال اندكس ده خد جينجيفايتس وبيدونتايتس مع بعض، السكور بتاعه واخد من 0 لغاية 8. 0 يعني ما عنديش انفلاميشن خالص وده اسهل واحد، 1 عندي مايلد انفلاميشن. عرف المايلد انفلاميشن يعني ايه؟ يعني عبارة عن انفلاميشن في الجينجيفا بتاعتي، ولكن هي not circumscribed the tooth، يعني مش محوطة السنة كلها، موجودة على سيرفس او 2 بكبيره في التوث. اوكي سكور 2 يعني جينجيفايتس، يعني الجينجيفايتس بتاعتي محوطة السنة كلها ولكن مش عاملة loss of epithelial attachment، مش عاملة pocket. اوكي وساب ونط من 2 وصل لغاية 6، قال لك 6 يعني عندي بوكيت فورميشن. يعني ايه بوكيت فورميشن؟ يعني حصل عندي بريك للابيثيال اتاتشمنت، يعني حصل عندي بوكيت، ولكن السنه دي واقفه شامخه زي ما هي، ما فيهاش لوزنس، بتؤدي الماستيكاتوري فانكشن، بيعض عليها ما فيهاش مشكله، ولكن في عنده شويه بوكيت موجودين عنده. اوكي بدا يحصل عندي لوزنس للسنان، بدا يحصل عندي ان السنه دي ما بقتش في ماستيكيشن، ما بقتش تعرف تتعض عليها، وبدا يحصل لها دريفتنج من مكانها، يبقى معنى كده دخلت في سكور 8 اللي هو الادفانس ديستراكشن وذ لوس اوف ماستيكاتوري فانكشن. يبقى 0 ما عنديش حاجه، 1 عندي جينجيفايتس لكن مش محوطه السنه، 2 عندي جينجيفايتس محوطه السنه ولكن مش عامله بوكيت، 6 يعني عندي بوكيت فورميشن حصل لوس اوف ابيثيال اتاتشمنت ولكن السنه بتاعتي واقفه زي ما هي بتعرف تقوم بالماستيكاتوري فانكشنز بتاعتها، 8 يعني معناها ان حصل السنه دي بقت لوز، بحصل لها دريفتنج، ما بيعرفش العيان يعض عليها. اوكي فخلاص هي المفروض انديكيتد فور اكستراكشن. اوكي طيب السكورينج بتاعي
ببساطة شديدة جدا، أنا لما باخد العيان بتاعي أنا ببص على السنة بتاعته من الفور أسبكت بتاعته. أوكي، كل سنة بتاعتي هبص على الفور أسبكت وهدي للسنة كلها as a whole one of these scores من الزيرو للإيد بتوعي، ما بستخدمش فيها بروب خالص. أوكي، طيب أنا اديت للسنة الواحدة one of the four scores، يبقى الـ أنا عشان أحسب السنان الانديفيدوال، لو انا عايز احسب الانديفيدوال سكور يبقى هعد السنان اللي انا عملت لها اكزامينيشن، هحسب السكورز، هجمع السكورز على بعضها بتاعه البني ادم ده او السنان بتاعته، وبعدين اقسمها على عدد السنان بتاعتي يطلع لي السكور بتاع الانديفيدوال. لو انا عاوز اعملها على جروبس هعد عدد السكورز بتاعه الانديفيدوالز اللي طلعت، اجمعهم على بعض اقسمهم على النمبر اوف انديفيدوالز الموجوده عندي يديني الجروب سكورز. انا هنا زي ما قلت في الاول احنا السكور بتاعي كان ماشي ازاي، 0 1 2 دول الجينجيفايتس، وبعد كده قال لك 6 ل 8 دول بيريدونتايتس. هو ايه اللي خلاه يسيب الجاب ده يا دكاتره ما بين ال2 وال6؟ ساب كل الجاب دي فاضيه ليه ساب الجاب ما بين ال2 وال6؟ ساب الجاب دي يا دكاتره عشان قال لك ان من 0 ل2 دوا جينجيفايتس ومن 6 ل8 بيريدونتايتس. طب افرض ان في واحد عنده جينجيفايتس وبيريدونتايتس مع بعض، يبقى هديله سكور ما بين الاثنين لغايه الست، يعني اديله 3 اديله 4 اديله 5 على حسب السيفيريتي بتاعه الكيس قد ايه. يبقى هو لو خد سكور 0 او 1 او 2 يبقى انا افهم ان ده عنده جينجيفايتس والليفل بتاعها اهو. لو هو عنده بيريدونتايتس بس يبقى هياخد سكور 6 او 8، لو هو عنده جينجيفايتس وبيريدونتايتس ياخد بقى اللي في النص 3 و4 و5 على حسب السيفيريتي بتاعتها. اوكي، طيب في عالم عندي اسمه لايلينثال سنة 1964 عمل موديفيكيشن للراسل كلاسيفيكيشن، قال لك علشان ما ينفعش اقعد ابص على كل السنان وادي السنان سكورينج فبرضه هعمل بارشال ريكوردينج سيستم، استخدم فيها ال7 في الرايت 7 في الابر والليفت 1 and 4 وفي اللور الرايت 1 and 4 اللي هو العكس بتاع دوا والليفت 7 اللي هو العكس بتاع الابر. اوكي، هو هنا استخدم ايه؟ استخدم 7 و 1 و 4. طب لو تفتكروا البارشال ريكوردنج سيستم بتاع ليو انسلنس كان واخد ايه؟ كان واخد 6 و 2. اوكي، الرايت 6 و 2 في الابر وال 4 في الناحيه الثانيه، وكان واخد في اللور الرايت 4 والليفت 6 و 2 صح؟ هنا استخدم بدل ال 2 استخدم ال 1 وبدل ال 6 استخدم ال 7. اوكي، قال لك ان ال 1 موجود على طول، اللاترال انسايزرز اللي استخدمه ليو انسلنس ده على طول ممكن يبقى مش موجود، ممكن يبقى كونجنتالي ميسنج. وقال لك ان ال 6 من ضمن الحاجات اللي بتبقى على طول مش موجوده، لو انا ال 6 ده اول سنه بتطلع وبيحصل لها كيرز بسرعه وممكن يحصل لها اكستراكشن فمش هتلاقيه في كل السنان. فقال لك استعيد عن الاثنين دول ان هم على طول مش موجودين، هستخدمهم مكانهم ال 7 وال 1. هنبدأ دلوقتي يا دكاترة نتكلم على الفاكتور اللي بتأفكت الـ incidence and prevalence of periodontal disease. زي ما خدنا الفاكتور بتأثر على الـ dental cares هناخد نفس الفاكتورز بتأثر على الـ periodontal disease. وقلنا إن أي disease في الدنيا دكاترة بيبقى عندي ثلاثة فاكتورز بيأثروا عليه، الهوست والـ agent والـ environment. برافو عليكم، تابعين معايا. طيب هنتكلم أول حاجة على الهوست. أول حاجة في الهوست يا دكاترة الـ age. كل ما هيزيد الايج طبيعي ان هو هيزيد عندي بيريدونتال ديزيز. الناس الكبار نتيجه ان هو كبر وعجز فالجنجفا بتاعته كبرت وعجزت فبالتالي بيحصل جنجفاليزيشن وبالتالي بيزيد البيريدونتال ديزيز والجنجفال انفلاميشن. الجنجفال انفلاميشن بتستارتد عند 13 سنه، يبدا يبقى عندي بوكيت في ال6 تلاقي برضو يبدا عند 13 تعرف ان عنده بوكيت فورميشن عند ال6. تلاقي عنده كمان في الميكس دنتيشن في التشيدنج بتاعه الديسيديوس تيث والايربشن بتاع البيرمننت تيث بيصاحب مع الكلام ده هو جينجيفال انفلاميشن. تاني حاجه عندي اللي هي ال6، قال لك يا دكاتره في استدي اتعملت في اليو اس اي قال لك انه الستات البيدونتال ديزيز لله الحمد عندهم اقل من الرجاله، وقال لك ده ليه؟ نتيجه ليه ان عندهم ميتيكولس اورال هايجين. الستات بتبقى عندها اورال هايجين بتاعها، بتحب تغسل اسنانها، بتحب تمضمض، بتحب تهتم بنظافه بقها اكتر من الرجاله، الحمد لله ناس نضاف، فبالتالي بيحبوا ان هم فبالتالي يبقى عندهم بيريدونتال ديزيز اقل من الرجاله. ولكن في استدي تانية اتعملت في الديفلوبينج كانتريز قال لك ان الستات عندهم للاسف البيريدونتال ديزيز اكتر من الرجاله.
ليه؟ لأن هم في الـ developing countries ما عندهمش وعي وثقافة بالأورال هايجين بشكل عالي، فبالتالي الستات هيأثر فيها عوامل أخرى ما كانتش مأثرة فيها في الهاي سوشيو إيكونوميك أو الهاي إديوكيتد ليفلز، زي إيه؟ زي البريجننسي، زي اللاك أوف نيوتريشنز، كل الحاجات دي هتأثر على الستات فتعمل لهم جينجيفال إنفلاميشن. تالت حاجة عندي الكوريليشن وذ أورال هايجين. أكيد كل ما هيبقى عندك ميتيكلس أورال هايجين، كل ما هتزود الأورال هايجين ميجرز عندك، كل ما هتقل البريدونتال ديزيز الموجودة. السوشيو ايكونوميك ستيت، اكيد كل ما هتزيد السوشيو ايكونوميك ستيت يعني معناها الاديوكيشن والليفل الثقافي بتاعك عالي، يعني معناها انه هيقل الايه البريدونتال ديزيز. الافكت اوف توباكو، اكيد السموكينج زي خدتوها في 5000 حته، السموكينج بيعمل لي جينجيفال انفلاميشنز. الجنرال ديزيز، الجنرال ديزيز زي مين؟ زي الدايابيتس. من اشهر حاجات اللي بتعمل لي جنرال ديزيزز او بتعمل لي بريدونتال ديزيز هو الدايابيتس. والدايابيتس يا دكاتره لما قال لك ان الدايابيتس اللي بيحصل فيه ايه، اللي بيحصل يا دكاتره ان الميوكوبوليسكرايدز نتيجه انكريزنج الشوجر في البلد، الميوكوبوليسكرايدز بتيجي تترسب على الوول بتاعه البلد فيسلز، فتلاقي البلد فيسلز بتاعتك دي تبقى حصل لها ناروينج، فالبلد سبلاي اللي رايح ليها يحصل له يقل، فبالتالي يحصل عندي جينجيفال انفلاميشن او جينجيفال ديزيز. النيوتريشنال فاكتور ما لقوش علاقة قوي ما بين نيوتريشنال فاكتور وما بين الجينجيفال ديزيز، لكن قال لك انه اشهر حاجة من نيوتريشنال فاكتور بتعمل لي مشاكل هو الديفيشنسي اوف فيتامين سي. فقال لك ان فيتامين سي المسؤول عن الانتجريتي بتاعت البلد فيسل، بتاعت الوول بتاعت البلد فيسل، واخدنا الكلام ده قبل كده، فقلنا ان فيتامين سي بيبقى مسؤول عن انتجريتي اوف ذا وول اوف ذا بلد فيسل، فبالتالي الديفيشنسي اوف فيتامين سي بيخلي الوول ده يبقى فراجايل، فممكن مع اي خبط او تروما يحصل منه بليدنج فيزود لي الجينجيفال بليدنج. التروماتيك اوكلوجن، ودي بيبقى فيها مشكلتين، مشكله الكراودنج. طبعا الكراودنج اكيد كل ما هيبقى عندك كراودنج كل ما هيبقى عندك يا دكاتره جينجيفال انفلاميشن، وده طبيعي لان اسنان متركبه على بعض، فبالتالي حضرتك تيجي تغسل اسنانك ما انتش عارف تغسل اسنانك ازاي من كتر الكراودنج، الفرشه مش عارفه تدخل ما بين الزنقات والريجولارتيز بتاعه السنان، فبالتالي هيعمل لي جينجيفال انفلاميشن. الحاجه الثانيه اللي هو البروترودد ماكسيلاري انسايزر، ماكسيلاري انسايزرز. البروتودد ماكسيلاري انسايزرز يا دكاتره زي ما احنا قلنا، لو انت عندك بروتودد ماكسيلاري انسايزرز يبقى عندك ايه؟ ماوس بريسنج، صح ولا انا غلطانه؟ فاكرين الادينويد فيس لما اخذناها في الهابتس، فهيبقى عندي ماوس بريسنج. الماوس بريسنج يا دكاتره هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي جينجيفال انفلاميشن، لان حضرتك فاتح بقك 24 ساعه عشان بتتنفس من بقك، فبالتالي الهواء داخل يخبط في الجينجيفا يعمل لها دراينس فيعمل لي جينجيفال انفلاميشن. طيب الحاجة التانية هو الايجنس فاكتور، والايجنس فاكتور زيادة كترة هي البكتيريا اللي بتسبب لي الجينجيفايتس، وانا عندي كذا بكتيريا بتسبب الجينجيفايتس هم كتير صراحة، فمن اشهر البكتيريا اللي بتعمل لي الجينجيفايتس هي البروفيرومونس جينجيفاليس والاي اي، واخيد خدتوا الكلام ده بالتفصيل في الفيديو. الفاكتور الثالث اللي هو الانفايرومنتال فاكتورز، انفايرومنتال فاكتورز اول حاجه فيها الجيوغرافيك ديستريبيوشن اوف بيدونتال ديزيز. بيدونتال ديزيز قالوا انها بتطلع في مناطق وبتبقى زياده في مناطق وبتبقى قليله في مناطق ثانيه، فلما عملوا ستدي لقوا ان الاسيانز والافريكانز بيبقى عندهم بيدونتال ديزيز اكتر بكتير من الناس اللي موجود او من الوايت بيبلز يعني، او الناس اللي هو في اليو اس اي والحتات اللي هي اليوروبس. الفلورايد كونسنتريشن، قال لك ان كل ما هزيد الفلورايد كونسنتريشن يا دكاتره كل ما البيدونتال ديزيز هتقل، وده دوكيومنتد زيه زي كيرس كده بالظبط. الاورال انفايرمنت، والاورال انفايرمنت عندي لما حضرتك بتكون مركب بروثودونتك ابلاينس، اكيد اي بروثودونتك ابلاينس حضرتك مركبها بتجمع بلاك حواليها يعني اكتر بكتير من الناتشرال تيث، فاكيد البلاك اللي هتجمع حواليها هيبقى هيعمل لي جينجيفال انفلاميشن. الكلاسبات بتاعه البارشال دينشر اللي متعلقه على السنان، لما تلاقي عندك كلاسبس بتاع بارشال دينشر دايما تلاقي تحت الكلاسب ده انه بيعمل فراكشن مع الجينجيفا بيعمل لي جينجيفال انفلاميشن. الدنتال كيرز بتعمل لي بيريدونتال ديزيز، قلنا الدنتال كيرز لما بتبقى عندي دنتال كيرز بيبقى عندي كلاس 2 في سنه، اوكي يحصل ايه بقى؟ ان الاكل امبيدد في الحته دي فيعمل لي في الحته دي جينجيفال انفلاميشن. اوكي فالدنتال كيرز ليه علاقه جامده جدا بالبريدونتال ديزيز. ثانك يو.